لبيك اللهم لبيك. بالتلبية وشكر الله بدأ هؤلاء السوريون يومهم في المشاعر المقدسة بعد أن توافدوا إلى مكة قادمين من مختلف الأقطار، فلا رحلات مباشرة من سوريا إلى هنا كما يقول لنا عمر. أغلبية المقيمين بسوريا، الشعب السوري بيطلع، اللي مقيم بمصر بيطلع من مصر، واللي مقيم بسوريا بيطلع من لبنان أو من تركيا أو من الأردن. ويقدر عدد الحجاج السوريين الذين قدموا لأداء مناسك الحج بحوالي 10,000 حاج، خلافا لما كانت عليه الأمور في الماضي. فسعيد الحظ هو من قبلت أوراقه كمحمد الحلبي الذي قدم أوراقه للحج قبل سنوات، وها هو يطمئن أخاه على وصوله. إن شاء الله بندعي للكل واللي خاصنا بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، سجلت أنا قبل كورونا، قبل 3 سنين جتني الموافقة الحمد لله رب العالمين، ولكن ما كان في كورونا. بعد السنة الحمد لله هذا السنة اجتنا الموافقة، وأول شيء ألحقوا الناس اللي مسجلين في السنوات الماضية. قبل سنوات الحرب كان عدد اليمنيين الذين يأتون لأداء فريضة الحج 25,000، أما الآن ومع الحرب فقد انخفض هذا العدد إلى النصف، فضلاً عن معاناة كبيرة واجه اليمنيون الذين أتوا لأداء فريضة الحج هذا العام. فعلي الذي يسكن في محافظة البيضاء انتقل في رحلته من مناطق سيطرة الحوثي إلى الشرعية، لكن شوقه لبيت الله الحرام طغى على أي صعاب قابلها. رحلة كانت شاقة والكبار السن يتعبوا في هذا الرحلة ما شاء الله، فنسأل الله أن يفك الطرق، عرف كيف يفك الطرق للناس المحتاجين والمساكين والحجاج. الحال نفسه تكرر وإن كان بشكل أصعب مع بسيم الذي يروي لنا قصة قدومه من الحديدة مع جيرانه لحج بيت الله الحرام، رحلة استغرقت منهم أياما. قبل 10 سنوات كانت المسافة من الحديدة إلى مكة ما يقارب حدود 18 ساعة، المرة هذه أخذت علي المسافة ما يقارب حدود 5 أيام. ورغم ما تعانيه بعض الدول العربية والإسلامية من نزاعات وحروب، إلا أن مواطنيها يصرون على القدوم لأداء فريضة الحج، ففرحة رؤية بيت الله الحرام تجعل لما مر عليه من صعاب لذة لا يعرفها إلا من ذاقها. أحمد بجاتو، الحدث من المشاعر المقدسة، مكة المكرمة.